عملي بددوا بيع طلع الرابع بالمبيع بالوطن العربي كله. طيب. مش لانه لبس تشرشف، مش لانه لبس فستان ديكولتي، لانه اكيد عندي صوت حلو واكيد مش عم غني بفستاني. انا جديده يعني، انا بدي يمكن 20 سنه اكون مثل مادونا. ما بحترمها لانه جريئه، لانه هي هيك المفروض انه كل واحد يكون مثل ما هو. يعني مش حلو الواحد يتصنع. صوتها جميل وشكلها قريب، فقلت البنت دي انا عايز اعمل معها غنوه. في مخرج بنعطيه الغنيه بنقول له بدنا كليب، بقلنا هاي الفكره يا منقبل يا ما منقبل. وقبلت فيها وبعدني بقول ابدا مش ندمانه رغم كل الانتقادات اللي عم تجينا، لانه ما عندي مشكله اعمل اي شيء بيخدم فن طول ما هو ضمن حدود الادب واللياقه وبعد ما تخطيت.